عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة خاصة حول الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري في بلدة الحولة، وطالبت الدول الأعضاء مجلس حقوق الإنسان مساءلة ومحاسبة مرتكبي المجزرة، كما جاء موقف المملكة العربية السعودية متناسقا ومتناغما مع مطالبات المجتمع الدولي الداعية إلى وقف نزيف الدم وحماية المواطنين الأبرياء. يعقد مجلس حقوق الإنسان اليوم هذه الدورة الخاصة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان المتردية في الجمهورية العربية السورية بعد التداعيات المؤسفة التي تمر بها الشقيقة سوريا، وبخاصة بعد المجزرة التي حصلت في بلدة الحولة والتي راح ضحيتها أعدادا كبيرة من القتلى، معظمهم من النساء والأطفال وأعداد أخرى من المصابين والجرحى. وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف الدكتور عبد الوهاب العطار أن موقف المملكة العربية السعودية عبر عنه مجلس الوزراء في بيانه الذي شدد على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الإنسانية تجاه الشعب السوري. السيد الرئيس، إن موقف المملكة العربية السعودية قد عبر عنه مجلس الوزراء السعودي حينما ندد بشدة بما حصل في الحولة والاستهداف المتعمد للمدنيين من النساء والأطفال، وعبر في بيان له أن استنكار المملكة العربية السعودية الشديد لهذه المجزرة وجميع أعمال العنف المتواصلة في سوريا والتي تحصد أرواح العشرات من الأبرياء يوميا، وشدت المملكة في بيانها حول هذه الحادثة على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الإنسانية لوقف نزيف الدماء المستمر في سوريا بشكل يومي ووقف استخدام القوة ضد المدنيين العزل. ناشد سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السلطات السورية بالتعاون مع المجتمع الدولي للتحقيق في مجزرة الحولة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها. السيدة الرئيسة، أود في الختام باسم وفد بلادي أن أعبر عن الأمل أن تساهم هذه الجلسة الخاصة في حث السلطات السورية على وقف نزيف الدم الذي يتعرض له المواطنون السوريون، وأن تتعاون مع المجتمع الدولي للتحقيق في مجزرة الحولة ومحاسبة المسؤولين عنها، كما نأمل أن يقوم هذا المجلس بمسؤولياته في هذا الخصوص. وشكرا السيد الرئيس. شجب ونداءات ومطالبات من المجتمع الدولي للنظام السوري بالالتزام بقرارات وتوصيات مجلس حقوق الإنسان. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.